احنا معانا دلوقتي الكابتن شحته، يعني بدون قطع كلام حضرتك، فضلي. كابتن محمد مصلحي رئيس طبعا رئيس نادي الاتحاد السكندري معانا على التليفون. مساء الخير. لا والله ليه؟ ايوه ليه؟ هو بقى يقول لحضرتك ليه؟ اتفضل. مساء الخير. اتفضل حاج محمد. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ منورنا في البيت الكبير، ومعانا اتنين من اساطير الكره. مش اساطير ولا حاجه، زعيم الصغر طبعا كابتن شحته وكابتن اسناوي، وبنقول لحضرتك منورنا في البيت الكبير. كابتن هاني، ازي حضرتك كابتن هاني؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا حاج. عيد ميلاد انا معاك حضرتك كابتن هاني. ربنا يخليك. طبعا الحديث عن نادي الاتحاد حديث لا ينقطع، وتاريخ كبير جدا جدا، ومعانا اتنين اساطير، وعندنا يعني حكونا حاجات كتيرة جدا، وإن شاء الله نتمنى في القريب العاجل بإذن الله. وإحنا شايفين نادي الاتحاد بياخدوا خطوات، أعتقد بعد توليك المسؤولية أنا يعني بكل أمانة النادي الاتحاد إن شاء الله في حتة تانية خالص، وإن شاء الله الموسم الجاي تأدوا بشكل أكتر من رائع. شكرا كابتن هاني، كتر خيرك، وشكرا جدا على المداخلة. سعيد طبعا بفكة الكرة المصرية كابتن شحته الاسكندراني، يعني اساطير فعلا كره القدم على مستوى مصر وافريقيا. وكابتن اسناوي يا كابتن يا حاج محمد، انا بتكلم اللي هو على كابتن شحته الاسكندراني، هو كابتن مصر وكابتن نادي الاتحاد. شكرا. وله تاريخ كبير جدا جدا، وطبعا الكابتن ابراهيم اسناوي من رموز نادي الاتحاد. اكيد اسكندري المحترمين، ربنا يديله طول عمره. حبيبي يا سعاده الرئيس، حبيبي، يا رب ان شاء الله يكرمه كده ويديله صحته ويديله اولاده. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك سعاده الرئيس، واشكرك. وانا يعني انا طبعا لما طلبوا مني مداخله في النادي الاهلي ما تاخرش على النادي الاهلي، وسعيد اكثر طبعا بوجود الكابتن شحته الاسكندراني، وسعدت اكثر لما شفته دلوقتي بالصحه طيبه وربنا. العلاقات يا حاج، لسه بتكلم مع كابتن اسناوي، بيتكلم على العلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، وان الكابتن اسناوي اول ما قال للنادي الاهلي على مباراه اعتزاله كان في ترحيب كبير جدا جدا، ودي العلاقات اللي اعتقد بتبقى علاقات على مستوى النادي الاهلي خاصه ونادي الاتحاد، علاقات قويه جدا مستمره لغايه دلوقتي بشكل كبير. مفيش كلام، انت عارف طبعا النادي الاهلي تاريخ كبير جدا هو ونادي الاتحاد في كندري. اكيد. وعمر كبير جدا، وانا يعني حاجه تملي واحنا صغيرين حتى كنا نسمع ان كل بدايات كل اي دوري بيتم كانت تبقى فيه مباراه وديه تجمع بين نادي الاتحاد في كندري والنادي الاهلي. اتمنى طبعا انها ترجع تاني هذا التاريخ المحترم، وانت زي ما حضرتك عارف ان رؤساء الانديه في نادي الاتحاد علاقاتهم اكثر من رائعه مع رؤساء السابقين والحاليين في النادي الاهلي. انت تعلم يعني مدى احترامنا طبعا للجيل، في الاول صلاح سليم، كابتن صلاح سليم رحمه الله، وبعد كده كابتن حسن حمدي، وكابتن الاستاذ محمود طاهر، وبعد كده الكابتن محمود الخطيب. حتى يعني لما نيجي نفكر في لعيبه ان احنا نقدر في تعاون في اللعيبه وانتقال اللعيبه من النادي الاهلي للنادي الاتحاد بتتم بصوره محترمه جدا. انا مش عاوز يعني اتكلم على رسائل انديه اكثر من انا اتكلم بسعادتي في وجود الكابتن شحته الاسكندراني بالصحه والعافيه، وشايفه بهذا التالق الواضح مع حضراتكم في قناه النادي الاهلي، وسعيد اكثر طبعا بالكابتن الاثناوي. ربنا يخليك يا ريس، ويا رب ان شاء الله كده نشوفهم فلان اللي في احسن حال، وما زالوا رموز نادي الاتحاد المحترمين بيبقى سفراء لنادي الاتحاد في كل الاماكن وفي كل القنوات وفي كل الاعلام كله. ان شاء الله. يا حبيبي ربنا يخليك لنا ولنادي الاتحاد. انا بشكرك، كتر خيرك. بص يا استاذ محمد، استاذ محمد، انت لما عملت المئويه بتاعت نادي الاتحاد، ايوه، كانت مئويه جميله جدا، وجاء حضر الكابتن محمود الخطيب فيها. بالظبط. وكان البدايه انت عملت الصوره الكبيره جدا في النادي قبل ما نروح الماتش كده. فاحنا كنا بنتكلم ايه؟ مفيش شجره الا وليها جذور. انا بالنسبه لي لازم اتكلم على جذور نادي الاتحاد الاول، الناس اللي اسسوا نادي الاتحاد. اول رئيس لنادي الاتحاد، الرئيس كان اسمه حسن اسماعيل الرسمي، وكان ليه اخين كانوا بيلعبوا. احنا اهو دي الصوره هنا المئويه، احنا نازلين مع المئويه الكابتن محمود الخطيب. كان في الكابتن سيد حوده ومحمود حوده. بالظبط. فاكر؟ تاريخ طبعا تاريخ. وانت عملت لمحه جميله جدا في لما يخش الكابتن ديبا، وبعدين رحت جايب واحد
والكابتن ديبا كان في تعب يعني، حطيت له كرسي ها وشالوه ولففوه. لا لا عربيه مكشوفه، عربيه مكشوفه. لا دي بعد منها يا باشا، بعد العربيه. انا والكابتن ديبا انا واقف اسنده، لان ده احترام محترم جدا، احترام ليه برضه محمد مصطفى. وانت برضه الاحترام لكبر كابتن محمد دياب، رحت انت جايب له كرسي وقعدته وخليت المجموعه الثانيه تشيله ويلف بيه. دي لمسات حلوه جدا. نادي الاتحاد، انا عاوز اقول حاجه للتاريخ. اتفضل اتفضل. يوم المئويه كنت انا مسؤول عن مئويه نادي الاتحاد طبعا، وطبعا مش كنت الاقي يعني قيمه كبيره زي الكابتن سحت الاسكندراني ان هو يتواجد في الملعب ويديك ضربه البدايه. وفي اليوم ده يعني انا قبليها بيومين، بس 48 ساعه. حلوه الصوره دي. طالب بيني وبين الكابتن محمود الخطيب، قلت له يا كابتن محمود انا طالب منك انك تشارك في مئويه نادي الاتحاد الكابتن. رده يعني انا مش هنساه، قال لي انت عاوز نلعب محمود؟ اكيد كان نفسه يلعب كابتن محمود. انا عارف ومش لابس الاخضر. كنت لازم البس اخضر فانيلا خضراء. قال لي انا عاوزك، قال لي قلت له انا عاوزك بس تشرفنا وتحضر المئويه تكون موجود في. قال لي انا ما عنديش مشكله خالص. فجت لي فكره على طول ان يتم ضربه البدايه ما بين نادي الاتحاد الاسكندري ونادي سبورت لشبونه، ما بين رمز من رموز نادي الاتحاد وتاريخه هو الكابتن شحاته الاسكندراني، ورمز من رموز النادي الاهلي وهو الكابتن محمود الخطيب. ما احنا قلت له والله في يوم من الايام كنا قاعدين وجاء عندي في البيت، قلت له انت في الحزن وجيت وفي الفرح جيت. الحزن طبعا لما توفى الله يرحمه الكابتن بوبو رحمه الله عليه. ها؟ كان ماشي معانا في الجنازه. موجود مع الاستاذ محمد فعلا. كان ماشي معانا في الجنازه. دي العلاقات اللي دايما، دي العلاقات اللي وبالليل هو في الشادر بياخد العزا بتاعه. استاذ محمد احنا بنتشرف بحضرتك طبعا. حبيبي يا كابتن اسناوي. اكيد بنتشرف بحضرتك وربنا يوفقك ويعينك على اللي حضرتك فيه. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله هنبقوا زي الفل وهنخش مربع ان شاء الله، وربنا يديك الصحه والعافيه يا سعاده الرئيس. حبيبي بشكرك يا كابتن هاني جدا. يا كابتن هاني انا بشكر حضرتك. وبشكر حضرتك جدا ورجعت عمركم في اي مداخله. شكرا لك. بس يعني باي حاجه في شغلات النادي الاهلي ومع رموز زي رموز نادي الاتحاد. ودايما موفقين ان شاء الله. بس ما ينفعش حاجه محمد تكون معانا من غير ما نسالك عن الاتحاد الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله محضر لنا ايه؟ يا رب ان شاء الله نادي الاتحاد الحمد لله. يعني بعد طبعا يعني اعتذار الكابتن طلعت يوسف مدير فني نادي الاتحاد وانا بشكره طبعا من خلال حضرتك، يعني فعلا كان تواجد الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن اكيد يعني هم لهم باع كبير جدا في كره القدم. ان شاء الله يعملوا حاله كويسه جوه النادي. وصلنا يعني حتى ان احنا نوصل للسيمي فاينل كاس مصر ان شاء الله يوم 1 نوفمبر. دي خطوه الحمد لله ايجابيه جدا. اتمنى ان احنا نكمل في هذه البطوله. اكيد طبعا المنافس بتاعنا في هذه المباراه هيكون نادي عظيم زي النادي الاهلي، ولكن في الاخر ده كاس مصر، يعني ده كاس ربنا يعلم ايه اللي بيحصل فيها. اتمنى هناخد الكاس ان شاء الله. هناخد الكاس ان شاء الله. هناخد الكاس انا بقول لك كابتن ابراهيم ماشي كويس. خليها السنه الجايه عشان الاهلي يعني ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي هياخد الكاس. لا ربنا احساسي كده كابتن والله طبعا احساس هنشوف طبعا وحقي طبعا طبعا حقك. وخلي بالك برضو يا حاج مصلحي كان لسه الكابتن اسناوي بيتكلم على نقطه وانا اتكلمت فيها بشكل ايجابي، لان هو كان بيتكلم اللي هيرجع تاريخ نادي الاتحاد ولاد نادي ولاد النادي نفسهم. وانا قلت ان الحاج مصلحي ماشي في السكه ديت بدايه من الاهتمام بقطاع الناشئين، وكمان مدير فني كابتن حسام حسن بيحب ولاد النادي دايما بيطلع. وانا شفت من خلال متابعتي النادي الاتحاد حتى كان في مباراه ما بين الفريق الاول وفريق الشباب عشان يدي فرصه كمان لاولاد النادي ان هم يشاركوا مع نادي الاتحاد. فعايز اقول لحضرتك احنا بنتمنى لكم التوفيق. طبعا العلاقات ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد علاقات تاريخيه، ونادي الاتحاد كان حتى السنه دي قريب من المربع الذهبي الا في ظروف حصلت، لكن نتمنى طبعا التوفيق لحضرتك ونتمنى التوفيق لنادي الاتحاد. شكرا جزيلا الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.